السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لي سؤال. سل. لو نقض الإمام وضوءه في نهاية الصلاة في التحيات. أي. ماذا يفعل إذا؟ يسلم أو ويسلمون معه صلاتهم صحيحة وهو صلاته باطلة يعيدها، أو يسلم ويخرج ويستخلف مكانه أحد إن استطاع. جزاك الله خير وإياك المسلمين. شكرا.